بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات أيها الإخوة، اجتمعت أو تجتمع القيادة الفلسطينية للمرة الثانية لبحث القضايا الراهنة المتعلقة بالاتفاقيتين اللتين اتفقنا فيهما مع الإدارة الأمريكية ومن خلالها مع إسرائيل، وهما موضوع استئناف المفاوضات قبل في شهر سبعة الماضي شهر سبعة، وتنتهي في شهر تسعة، وإضافة إلى ذلك بإطلاق سراح 104 أسرى من الذين تنطبق عليهم المواصفات قبل عام 1993. ونحن نعرف أنه أطلق سراح ثلاث دفعات، أما الدفعة الرابعة فكان من المفروض أن يطلق سراحها يوم 29 الشهر الماضي. ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وعدنا بإطلاق سراح هؤلاء الإخوة العزيزين على قلوبنا الأحبة، الذين قدمنا من أجلهم الامتناع عن الذهاب إلى الأمم المتحدة لمدة 9 أشهر، ولكن مع الأسف الشديد بعد أن وعدنا 9 مرات، في كل مرة يقال لنا الحكومة الإسرائيلية ستجتمع من أجل إطلاق السراح ستجتمع، ولكن لحتى هذه اللحظة، وكان آخر موعد هو اليوم ظهرا أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية لهذا الغرض، وبالتالي لم يحصل هذا على الإطلاق. فأنا عرضت الأمر على القيادة فيما يتعلق بموضوع الأسرى، لأننا قلنا إذا لم يطلق سراحهم فإننا سنبدأ بالذهاب والانتباء إلى 63 منظمة دولية واتفاقية ومعاهدة. القيادة قدمت لها هذا الرأي، وكان موقفها أن ماذا؟ الذي ارفعوا ايديكم، اللي بده يوافق يرفع ايده، اللي طيب لحظة المعترض الممتنع، القيادة وافقت بالإجماع على أن نوقع عدد من الاتفاقيات أو المنظمات أو المعاهدات، وهذه ستكون حوالي 12 منظمة واتفاقية ومعاهدة، والآن سأوقع إحداهم. كل 15 منظمة واتفاقية ومعاهدة، هذه سترسل فورا من أجل، لا أعتقد أننا بحاجة إلى جواب في معظمها، وإنما إن شاء الله سنكون أعضاء في هذه المنظمات. نحن بالمناسبة لا نريد استعمال هذا الحق ضد أحد ولا في مواجهة أحد، ولا نريد اصطداما بالذات مع الإدارة الأمريكية. نحن نريد علاقة طيبة وجيدة مع أمريكا، لأن أمريكا بتساعدنا وبذلت جهودا كبيرة، والجهد الذي بذله وزير الخارجية جهد خارق، بمعنى أنه منذ بدأنا إلى اليوم التقينا معه 39 مرة، فإحنا لسنا لا نعمل هذا ضد أمريكا، ولكن ما دام أننا لا يعني لم نجد طرقا أخرى، علما بأنه هذا من حقنا، وعلما بأنه أولا على آخرا مثل ما قال أحد الإخوة، إحنا من حقنا، إحنا فقط وافقنا على أن نؤجل 9 أشهر، يعني لم نوافق على إلغاء هذا الحق، وإنما نؤجل تمهيدا ومساعدة وتسهيلا للمفاوضات. لكن ما نراه الآن هو مماطلة ومماطلة ومماطلة، وبالتالي لم نجد أي مناص من أن نذهب ولنوقع هذه الاتفاقيات، علما بأننا مصرون
على الوصول إلى تسوية من خلال المفاوضات ومن خلال المقاومة السلمية الشعبية، ونرفض غير ذلك، وسنستمر في مساعينا للوصول إلى الحل السلمي من خلال المفاوضات، الحل الذي يعطينا دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين حسب القرار 194. هذا بالضبط ما نريده لتعيش أو لتنشأ دولة فلسطين، لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل بأمن وأمان. لن تتغير سياستنا، لن يتبدل سلوكنا، هذا هو موقفنا. برضو نحيي جهود أمريكا ونشكرهم، وسنستمر في هذه الجهود اعتبارا من الليلة، لا مانع لدينا، سنستمر في هذه الجهود لأنه لا مناص أمامنا إلا هذا. شكرا للجميع.